أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كل من صار وليا وجرت على يده بإذن الله الخوارق هل يدخل الجنة كما في قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا؟ إذا مات على الإسلام، إذا مات على الإسلام دخل الجنة، أما إن مات على غير الإسلام الإنسان ما هو معصوم، قد ينحرف قد يزيغ، إذا مات على غير الإسلام لا يكون منها، يكون من أهل النار، العبرة بالخاتمة. ولكن الغالب أن من تولاه الله وصار من أولياء الله أن الله يحفظه وأن الله يختم له بالخير. نعم، ولا ما هم معصوم الولي، ما هم معصوم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.